أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح حاشية الصفتي المالكي على الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية. ووقفنا عند شروط وجوب الوضوء وشروط صحته معا، يعني بعد أن ذكر شروط الوجوب فقط وشروط الصحة معا، ذكرهما معا. شروط الوجوب ذكر أنها خمسة: البلوغ وإمكان الفعل وثبوت حكم الحدث أو الشك فيه والقدرة على استعمال الماء ودخول الوقت. وشروط الصحة فقط ثلاثة: الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي. وقفنا عند شروط الوجوب والصحة معا. احنا قلنا دايما ايه يعني الشروط، سواء شروط الوجوب او الصحة، دي دايما خارج ماهية الشيء، خارج يعني لابد ان تتحقق قبل الدخول في العبادة. لما اقول شروط وجوب الصلاة، شروط صحة الصلاة، شروط الوجوب والصحة معا، معناها هذه الاشياء تتحقق قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الطهارة. بخلاف الأركان، الأركان داخل العبادة، داخل العبادة. وكذلك السنن، فرائض الصلاة، فرائض الوضوء، سنن الصلاة، سنن الوضوء، وهذا داخل الشيء. فهنا في شروط وجوب وصحة معا، وهي خمسة. قال العقل، العقل بمعنى أن الوضوء لا يصح من المجنون، لأنه لا عقل له وليس مكلفا، ليس مكلفا، لأن كل تكليف بشرط العقل، ما دام العقل مفقود يبقى لا تكليف. ليه؟ لأن العقل يعقل الإنسان عن فعل الشر ويحس على فعل الخير، وهنا العقل غير موجود، يبقى كيف يجب عليه الشيء وكيف يصح منه؟ ولذلك تجد المجنون مثلا ينوي بجوارك الصلاة ثم يتركك ويمشي. ليه؟ لأنه لا عقل له يمنعه من قطع الصلاة، وعقله غير موجود ولا يعرف معنى الصلاة. لو سألته قلت إيه معنى الصلاة؟ يقول لك لا شيء، يقول لك صل على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، هيقول لك إيه غير كده يعني؟ لو قلت له إيه معنى الصلاة؟
مش هيقول لك ايه اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم، ما يعرفش هو كده. تقول له، لو قلت له معنى الصلاه يقول لك يعني صلي على النبي كثير عليه الصلاه والسلام، لانه لا يدري ما يقول. ولذلك واحد مجنون وقف على باب المسجد معاه هو حديده كده، لقى الجماعه ساجدين، قال اللي هيرفع راسه هقطعها. فضل واقف، وبعدين هو مشى، وقف شويه ومشى. فمقيم الشعائر يقول له ايه؟ الامام يقول له ارفع يا محمود، يقول له انت يقول له انت قلت لنا في الدرس محدش يرفع قبل الامام. ارفع انت الاول. فهو خايف ايه لا يرفع، وهو مشى المجنون. المهم ان هو قالها ومشى. فضلوا قاعدين، وبعدين لقوا العمر طول فرفعوا لقوا مشى. يعني لا الامام قدر يرفع راسه ولا المأموم قدر يرفع راسه، عشان العقل مش موجود. يعني هو لولا العقل، لو العقل موجود هيقول اللي يرفع راسه هيقطع راسه الناس عم تصلي. لكن هو المجنون يعني يفعل ايه؟ اي شيء. وبلوغ الدعوة، بلوغ الدعوة يعني بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني يصل للإنسان أن هناك شيء يقال له الإسلام، وأن الله أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، وأرسل أنبياء كثيرين لا يعلم عددهم إلا الله، وأنزل كتبا لا يعلمها إلا الله. لم تبلغه الدعوة، يعني الذي نشأ في الأدغال، أدغال أفريقيا مثلا، الآن في أفريقيا، في أدغال أفريقيا الناس لا يعرفون عن الحياة بعيدا عن هذه الغابات والأدغال دي شيئا. ولذلك يقول لك أظافرهم أطول من الأصابع، الأظافر والشعور دي مغطية الجسم كالوحوش، يعيشون في الأدغال كالوحوش، يأكل بعضهم بعضا. يعني الصغير يتولد ياكلوه. ليه؟ ما في يعني لا علم، لا يعرفون شيئا عن الايه؟ عن الدنيا. فدول لم تبلغهم ايه؟ الدعوة. والقرآن قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مش ليس مجرد البعث، وانما لابد من وصول الدعوة الى الشخص نفسه. فاللي قاعد في أدغال أفريقيا ده بين لا يعيش إلا في وسط الأشجار، اللي لقي فاكهة يأكل ما لقيش فاكهة يأكل من ورق الشجر، ما يعرفش عن الدنيا إيه أي شيء. يبقى ده لا تجب عليه، لا يجب عليه الوضوء ولا تجب عليه إيه الصلاة، لا يجب عليه شيء. قال وانقطاع دم الحيض والنفاس، انقطاع دم الحيض والنفاس، لأن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الوضوء ولا يصح منهما. هذه معنى شروط وجوب الصحة معا. كذلك المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه. والذي لم تبلغه الدعوة لا يجب عليه شيء، لا وضوء ولا صلاة، ولا يصح منه إن وقع على سبيل الفرض يعني. وانقطاع دم الحيض والنفاس، معنى أن المرأة لو صلت، الحائض أو النفساء لو صلت أو توضأت وضوءها باطل ولا يجب عليها أصلا، وإن توضأت وصلت وضوءها باطل وصلاتها باطل. هذه معنى لا يجب، لا تجب ولا يصح.
بل تكون عاصية، بل تكون عاصية لأنها خالفت أمر الشارع، أنها أمرت بترك الصلاة والصوم، بترك الصلاة والصوم، لأنه لم يوجب عليها الطهارة ولم يوجب عليها إيه؟ الصلاة. لأن المشغول لا يشغل، فالحائض والنفساء مشغولة بالإيه؟ بالحدث الأكبر وهو الحيض. إذا انقطع الدم وجاءت علامة الطهر يبقى يجب عليها الطهارة وتجب عليها الصلاة. يعني قبل العصر، قبل المغرب بنصف ساعة طهرت الحائض وطهرت النفساء، يبقى وجب في ذمتها الظهر والعصر. يعني إذا ما اغتسلتش إلا بعد المغرب يبقى يجب عليها أنها تقضي الظهر والعصر. ليه؟ لأنها كان واجب عليها تتغتسل وتتوضأ وتصلي قبل المغرب، تصلي الظهر والعصر، هي قصرت ولم تغتسل إلا بعد المغرب، يبقى تعيد الظهر والعصر، وكذلك قبل الفجر. لو طهرت قبل الفجر يبقى ترتب في ذمتها المغرب والعشاء. أيوة خلي بالك، نعم الفرضين بس، أيوة عشان مشتركة الوقت. يعني الصبح لا طلعت الشمس وهي حائض ونفساء، يبقى مش مخاطبة أصلا بالإيه؟ بالطهارة ولا بالصلاة. لكن المغرب مع العشاء، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء مشتركتا الوقت، بمعنى أنها قبل المغرب بنصف ساعة بحيث تغتسل وتصلي 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر، يبقى دول كده وجبوا في ذمتها لأنها طاهر طهرت. كونها أخرت الغسل لبعد المغرب ده حرام عليها، لأنها أخرجت الصلاة عن وقتها. الصيام قبل الفجر لازم تطهر قبل الفجر، لو طهرت بعد الفجر تأكل وتشرب إلى أن يؤذن المغرب، يبقى بكرة عاد، من بكرة تبدأ الصيام ما دام طهرت بعد الفجر، لكن قبل الفجر ولو بلحظة، يعني نقول إيه نصف دقيقة، نظرت لقيت إيه القطنة لا شيء فيها، علامة الطهر يعني، يبقى تنوي وهي نفساء أو يعني لسه لم تغتسل، يعني الحدث الأكبر قائم بها، بس الحدث الأكبر لا ارتباط له بالصوم بخلاف الصلاة، بخلاف الصلاة. يعني يجب عليها تبيت نية الصيام ولو بطلوع الفجر، يبقى صيامها صحيح لا تقديم. لو ايه؟ لو طهرت بعد غياب الشمس، بعد غياب الشمس يبقى عليها العشاء بس، لا المغرب خلاص انتهى، انتهى. احنا عايزين مقدار الغسل والصلاة، مقدار الغسل والصلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، يعني لو نصف ساعة تكفي، تغتسل وتصلي الظهر والعصر، تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، طلع الفجر ولم تعلم بالطهر يبقى لا شيء عليه. يبقى هنبدأ عاد من الظهر أو من المغرب والعشاء إذا طهرت بعد المغرب، يبقى الظهر والعصر سقطت، لأنه الحدث استوعب الزمن كله، زمن الصلاة
يعني الاختياري والضروري. ووجود الماء الكافي بالنسبة للوضوء يعني لابد من وجود الماء الكافي، شرط وجوب وشرط صحة معا، لأنه ما ينفعش إيه يغسل نصف الأعضاء، يغسل مثلا إيديه ووشه، طب عايزين للرجلين يعني إذا ما كانش معاه إلا ماء يكفي للشرب يتيمم ويخلي الماء للشرب. هذا معنى من شروط الوجوب والصحة معا، وجود الماء الكافي، لأنه لا يجوز غسل بعض الأعضاء وترك بعضها. لأنه إحنا عندنا أربع فرائض اللي في الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. يبقى لازم وجود الماء الكافي للغسل الأربعة أعضاء، مسح الرأس وغسل الثلاثة فرائض. يبقى إذا لم يجد الماء الكافي تيمم كما قال الله، فلم تجدوا ماء فتيمم. وعدم النوم والغفلة والسهو برضو، بمعنى إنه لو واحد نايم يبقى القلم مرفوع، رفع القلم عن سلاس عن النائم حتى يستيقظ. أو واحد غفلان يعني عد عليه وقت الصلاة وهو غفلان أو ساهي، يقول لك هو المغرب إدن، أيوة ده إدن من بدري مش واخد باله. طبعا دول مرفوع عنهم القلم، وعدم النوم والغفلة والسهو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولأنه النائم على سبيل الفرض يعني لو توضأ وضوء غير صحيح، ليه؟ لعدم النية، لأن النية ركن. النائم هينوي؟ لا. واحد يقول كيف؟ احنا شفنا واحد قام من النوم صلى ركعتين كاملتين ونام تاني، بعدين سألناه قلنا له انت صليت ركعتين ليه؟ قال ما حصلش، وانا ما صليتش ابدا. لا ده انت قمت وصليت ركعتين كاملتين وهو نائم، كنا بنذاكر واحنا طلاب، هو نايم بصينا لقيناه قام وراح مصلي ركعتين كاملتين، يعني صلى ركعة أولى وقرأ آية يعني سورة وفتحة وركع وسجد سجدتين وقام برضو وقرأ فتحة وسورة وركع وسجد وسلم وراح نايم كما كان. عم نسأله بعد ما صحي نقول له انت يعني يا فلان قمت صليت لي ونمت، قال لا ما حصلش مني هذا الكلام. يبقى ولذلك شوف رفع القلم عن سلاسة عن النائم حتى يستيقظ، يعني هو قام وصلى ونام والعقل ما فيش متغطي، يعني هو كأنه هو رأى شيء في المنام معين فقام صلى ونام تاني. لكن هنا النية محلها القلب، طب النائم هانوي من هو أنكر أنه فعل أصل أنكر الفعل من أصله أن أنا ما نمتش أن أنا ما صليتش يعني. من هنا لا يجب عليه ولا يصح منه، النائم لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه. يبقى إذا لو قام توضى وصلى وهو نائم هنسأل أنت توضيت وصليت، يقول ما حصلش، طب يبقى الصلاة بطل والوضوء بطل لعدم استحضار النية، لأن النية محلها القلب والنوم ده بيغطي العقل. عشر، بناء على أن دخول الوقت سبب في الوجوب لا شرط، هذا هو الصواب في عدها، لأنه عد خمسة في شروط الوجوب وعد ثلاثة في شروط الصحة، وعد خمسة في الوجوب والصحة معا، يبقى 13
لكن الراجح انهم ايه 12. ليه؟ لان دخول الوقت ليس شرطا، وانما هو سبب في الوجوب، لانه لو صلى قبل دخول الوقت الصلاه ايه بطل، لان الزمن لم يدخل. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اي موقوت بوقت محدد لا يصح قبله. لأنه لو واحد مثلا يعني صلى مثلا قبل دخول الوقت ولو ب5 ثواني الصلاة بطل، لكن الوضوء قبل دخول الوقت جائز، جائز، لكن لا يجب إلا بالدخول. قال: وبهذا علمت ما في كلام شارحنا من المؤاخذة والتخليط، فإنه جعل الإسلام مثلا شرط وجوب، مع أنه إيه شرط صحة. على الراجح الإسلام شرط صحة ليس شرط وجوب، لكن عده الشيخ من ضمن الشروط الإيه الوجوب. وجعل العقل وارتفاع الدمين وبلوغ الدعوة وكون المكلف غير ساهي ولا نائم ولا غافل ووجود ما يكفيه من الماء المطلق شروطا في الوجوب، مع أنها من شروط الوجوب والصحة معا. الشيخ الصفتي بيستدرك على يعني الشيخ العشماوي يعني. وأسقط من شروط الصحة شرطين اثنين، ومن شروط الوجوب اثنين أيضا، وهما ثبوت حكم الحدث، ثبوت حكم الحدث. ليه؟ لأنه يعني إذا تحقق الحدث لابد من التطهير، لازم يتأكد. والقدرة على استعمال الماء أيضا أسقطها من شروط الصحة، القدرة على استعمال، فالعاجز عن استعمال الماء لا يجب عليه الماء استعمال الماء، إنما يجب عليه التيمم. يعني الرجل اللي جسمه محروق بس كيف يتوضأ؟ يضره الوضوء، يبقى يتيم. قال: وذكر منها 3، وكل هذا يعلم مما قرناه مع التأمل فيه مع كلام الشارع. وأما قول الشيخ في الحاشية هنا: وقد ترك الشارح شرطا واحدا من شروط الوجوب، ففيه شيء لما علمت أنه ترك شرطين وليس شرطا واحدا. وبهذا التقرير تعلم ما في كلام السكندري وغيره من المؤاخذات أيضا، فتأمله. وقد نظمها شيخنا الجداوي فقال: لي شروط الوجوب والصحة أنا معه، وصحح التطهير ممن أسلم، يعني الكافر إذا دخل في الإسلام وتوضأ صح وضوء، وليس حائل وناف فاعلم، يعني من شروط الصحة وعدم وجود الحائل وعدم المنافي. عدم وجود الحائل يعني كالشمع والدهن والعجين والأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، ده شرط الصحة. يعني لو واحد توضأ وإيديه مليانة دهن متجسد على العضو، أو المنوكير اللي عم يحطوه النساء في الإيدين والرجلين، المنوكير والبدوكير، كل دي حوائل تمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا من شروط الصحة. وعدم المنافي اللي هو إخراج الريح مثلا، يعني لو واحد بيتوضأ وخرج منه ريح هذا منافي للوضوء، يبقى الوضوء إيه بطل، يعيده إيه من الأول.
قال وبالبلوغ ثم وقت أوجب، يعني من شروطه هو بيوضح يعني إيه الصواب في الشروط نفسها. يعني الوضوء الصبي مندوب وليس إيه واجبا، لكن البالغ يجب عليه أن يتوضأ، لكن الصبي لا، لا يجب عليه لأنه غير مكلف. يعني قالوا العلماء أفعال الصبي تقع على الندب دائما، ولذلك لو حج ثم بلغ لازم يحج ثاني. ما قلتش أنا حجيت، أبويا حججني وأنا سني 7 8 9 10، ما ينفعش. كما قال عليه الصلاة والسلام أيما صبي حج ثم بلغ الحنس فعليه حجة أخرى، لأن الحجة الأولى كانت إيه مستحبة، فعل الصبي في العبادات مستحب، حتى قيل إيه إن حسناته له حسنات، له أو لوالديه أو كما في الحقوق 3/4 الحسنات للأم والربع للأب. يعني في خلاف في حسنات الايه، حسنات الصبي هل له او لابيه او لامه او بالنسبه الحقوق بينهما، لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ايه الصحابي قال له من احق الناس بحسن صحابته، قال امك ثم امك ثم امك، قال ثم ابوك. يبقى الام لها 3/4 والاب له الربع، أو له هو قولان، 3 أقوال. وبالبلوغ ثم وقت أوجب، يعني الوضوء قبل دخول الوقت جائز أو مستحب، لكن بعد الدخول واجب لأنه لازم يصلي. وناقض، وناقض يعني إذا كان محدثا وجب الوضوء، إذا كان غير محدث يبقى الوضوء على الوضوء مندوب، اللي هو تجديد الوضوء. هذه كلمة الناقض، وجود الناقض، يعني واحد متوضئ ولم ينتقض وضوء نقول له لازم تتوضأ؟ لا، إنما يعني يستحب له تجديد الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم. وناقض وليس كره فانسب، وقدرة على الذي يطهر، هي القدرة على الطهارة على استعمال الماء، بمعنى أنه إذا لم يقدر على استعمال الماء يتيمم. قال فتلك خمس للوجوب تظهر، اللي هي شروط الوجوب يعني. والعقل وارتفاع نوعي الدماء بلوغ دعوة فشرط لهما، يعني شروط الوجوب والصحة معا. العقل يعني المجنون لا تجب عليه ولا تصح منه إن حصل، هي الطهارة يعني، هذا للصغر. وارتفاع نوعي الدماء كذلك، يعني الحائض والنفساء لا يجب عليهما الوضوء ولا يصح منهم. وبلوغ الدعوة أيضا، الذي لم تبلغ الدعوة لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه لعدم الفهم وعدم الإيه وعدم المعرفة، يعني يتوضأ ازاي؟ اما هو لو واحد مثلا يعني جاي من سفر او جاي من شغل وقعد، احيانا ايه يغسل ايديه ووجهه ودراعاته ويغسل راسه ويغسل رجلي، ثم كده غسل الايه اعضاء الوضوء، لكن هل يصح؟ طبعا لا، لا يصح.
لعدم ايه النية. كذلك اللي ما بلغتوش الدعوة كيف ينوي؟ ووجود ما يكفي من المطهر اللي هو الماء برضه من شروط الوجوب والصحة، يعني لا يجب الوضوء إلا على من وجد ماء كافيا، ولا يصح منه إن توضأ وضوءا ناقصا لأنه ما كملش العبادة. وليس غفلة ونوم برضو من شروط الوجوب والصحة معا، عدم وجود الغفلة والنوم والسهو. وما تقدم من أن العقل وبلوغ الدعوة ووجود الماء الكافي من شروط الوجوب والصحة معا، إنما هو في حق المكلف. أما الصبي فكل من الثلاثة شرط صحة بالنسبة للصبي. فلو قيل طلب بدل وجوب لكان أولى. وهنا لما قال وشروط وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول الوقت الصلاة الحاضرة أو ذكر الفائتة، فقوله الإسلام، قلنا الإسلام المعتمد أنه شرط صحة كما ذكرنا وليس شرط وجوب، يعني لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكافر مخاطب بأصول الشريعة وفروع الشريعة. فالأصول زي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأن هذه الأشياء هي الأصل في الإيه؟ في الدخول في الإسلام. يعني لابد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بعد كده فروع الشريعة كالصلاة والصيام والحج والزكاة، دي فروع الشريعة. فالصواب أنهم مخاطبون بالأصول والفروع، ولذلك لهما عذابان. الكافر يعذب لفقد أصول الإيمان وعدم فعل الفروع. لأن القرآن قال فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ده الدليلهم، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فروع الزكاة فرع مش أصل. هناك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، برضو فرع، الحض على طعام المسكين فرع وليس أصل. ده الراجح طبعا عند أهل العلم أن الكفار مخاطبون بالفروع والأصول. ومن هنا هيجي كلام الشيخ هنا أو بعد شوية، إنه الكافر لا يجوز له تقديم الطعام والشراب في نهار رمضان لأنه مخاطب بالصوم. أنت لما تقدم له الطعام والشراب في رمضان وهو شغال عندك تبقى أنت آثم. يعني ما تدلوش أكل وشرب ولا تسقيه ماء في بيتك، تحملش ذنبه أنت، لأنه هنا زي ما هو عليه ذنب الكفر لأنه فاقد الأصل،
مخاطب بفروع الشريعة الصلاة والصيام وهيعذب عليها عذاب تاني غير عذاب الكفر. خلي بالك. ولذلك هو الشيخ بيقول ايه؟ المعتمد ان الاسلام شرط صحة، لان لو الكافر توضأ وصلى صلاته ايه؟ باطلة لا تصح منه، لان الصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، حتى قال بعضهم لا تجوز عزومة الكافر في نهار رمضان لان فيه إعانة او إعانة على حرام، فيها إعانة وتعاون على البر والتقوى لا تعاون على الإثم والعدوان. قال وفائدة خطابهم بها بفروع الشريعة أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، بدليل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وآية فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. قال شيخنا الأمير في جعل الإسلام وما بعده من الشروط للعقل والبلوغ وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول الصلاة وقت الصلاة، بحث من جهة أخرى، يعني في كلام تاني، لأنه لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به، والإسلام خاص بالوضوء وكذا ما بعده. يعني عايز يقول إن الشروط دي تخص المسلم ولا تخص الكافر، لأن الكافر مش داخل معانا في الايه في انه يتوضا ويصلي او لا. احنا عايزينه اول حال يحقق ايه؟ الاسلام الاول او الايمان، بعد كده نيجي نقول له الاسلام بيقول لك كذا وكذا وكذا، مش هنجيبه بكفره ونقول له ايه تعالى صلي او توضا. لكن على اي حال هو هيعذب مرتين كما قال الله سنعذبهم مرتين، بعدين ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. نعم، حتى لو أتى به لا لا لا، اللي ما بلغتوش الدعوة ده هيدخل عد في وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، دي مسألة تانية، لأنه يعني كيف يعذب على شيء ليس سببا فيه، إنما هو سببه إن هو نشأ في مكان لم تصله الدعوة، هنحاسبه ربنا هيحاسبه على إيه؟ ها؟ لا لا، ما دام وصلت يبقى يجب عليه البحث، ما دام عرف إنه في حاجة اسمها نبي ورسول وإسلام يجب البحث. زي سيدنا سلمان ما جاء من فارس، سيدنا صهيب جاء من الروم، سيدنا بلال جاء من الحبشة، مش كل ده هاجر عشان يؤمن؟ ها؟ البحث ما دام حس إنه في شيء جديد هنا يبقى يجب عليه يبحث عنه. سيدنا سلمان كان ابن زوات وابن ملوك، وشوف يعني مر ان هو بالعبودية، يعني اصبح عبدا يباع ويشترى ويخدم، يخدم يعني اليهود والنصارى والاحبار والرهبان لغاية ما وصل المدينة، وجاي من بلاد فارس. ها؟ شوف يعني شوف الاجتهاد لحد فين. خلاص مدام وصلته الدعوة يبقى عرف انه فيه هنا ايه؟ فيه نبوة وفيه رسالة وفيه ايمان وفيه اسلام، كونها مشوشة دي حاجة تانية، خلاص كده عرف. ها، خاصة عاد في زماننا هذا الوصول سهل، الوصول الى الاسلام سهل جدا.
يعني في الأول كان عاد الركوب، يركب الخيل، البغال، الحمير، الإبل، ويمشي مسافات طويلة حتى يصل. قوله والعقل، قال هذا شرط وجوب وصحة معا كما علمت. العقل يعني، لأن المجنون لا يجب عليه الوضوء والصلاة أيضا، ولا يصحان منه إن فعل، وكذا ارتفاع دم الحيض والنفاس برضو لا يجب على الحيض والنفاس ولا يصح منهم. يعني لو توضأت وصليت برضو الصلاة إيه؟ باطلة، لأنه لا يجب ولا يصح. قال والبلوغ أي فوضوء الصبي مستحب كسائر أفعاله، فإذا بلغ بعد أن توضأ ولم ينتقض وضوءه فإنه يكفيه، نظرا للاشتراك في الوجوب الوضعي نظير الوضوء قبل دخول الوقت فإنه مندوب. فاندفع ما قيل إن فيه نيابة غير الواجب عن الواجب، بخلاف الصلاة إذا صلاها ثم بلغ في وقتها فإنه يعيدها وجوبا كما أفاده إيه الشيخ. يعني الصبي توضأ ثم بعد أن توضأ عرف أنه بلغ، عرف أنه بلغ بس بعيد عن الاحتلام طبعا، لأن الاحتلام ده يعني حدث أكبر، مش ينفع يعني لو احتلم بعد أن توضأ يبقى يعني بطل، بطل بالاحتلام. لكن هو إيه يعني عرف أنه بلغ بعد أن توضأ وهو صبي، يبقى هنا ليه نظير، هو اللي هو إيه الوضوء قبل دخول الوقت حكمه إيه مندوب، زي وضوء الصبي إيه مندوب يعني قبل البلوغ. بعد ما دخل الوقت يصلي الذي توضأ قبل الوقت، يصلي بهذا الوضوء صح. فكذلك الذي توضأ وهو صبي ثم عرف أنه بلغ يصلي بهذا الوضوء، يعني في نظير هنا في المسألة. نظرا للاشتراك في الوجوب الوضعي نظير الوضوء قبل دخول الوقت فإنه مندوب، لكن بخلاف الصلاة يعني الصبي صلى الظهر والعصر وهو صبي ثم نام بعد العصر وبلغ رأى الاحتلام مثلا، يبقى هيقوم يغتسل ويعيد الايه الظهر والعصر مرة ثانية، لأن الصلاتين وقعتا ايه مندوبتين. يبقى ما دام بلغ يبقى خطب بعد خطاب الوجوب، يبقى لازم يعيد زي الحج، إذا حج ثم بلغ يجب إعادة الحج بعد البلوغ. قال ودخول الوقت، ودخول وقت الصلاة، فالوضوء قبل دخول الوقت مستحب لكنه أفضل من الفرض الذي هو الوضوء بعد دخول الوقت، دي تكلمنا عنها، هو تكلم عنها قبل ذلك الشيخ برضو في الأشياء اللي هي إيه السنن التي هي أفضل من الفريضة، في يمكن بس تكلمنا يمكن في شرح متن خليل في شرح المختصر، فهنا جابها برضو هنا الشيخ بيقول إيه في أمور هنا أربعة، المندوب أفضل من الفرض، أو السنة أفضل من الفرض. فالوضوء قبل دخول الوقت مستحب لكنه أفضل من الفرض الذي هو الوضوء بعد دخول الوقت في الثواب يعني، وكذا البدء بالسلام فإنه سنة، سنة لكنه أفضل من الرد الذي هو فرض كفاية.
نرد السلام. لا، لأن البازي له 10 حسنات والراد له 90 حسنة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الإلقاء سنة والرد فرض، لكن الإلقاء أفضل يعني ثوابه أكبر. وإبراء المعسر فإنه مندوب لكنه أفضل من انتظار يسره الذي هو واجب، لقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يبقى التصدق اللي هو إبراء المعسر يقول له خلاص أنت بريء من الدين أفضل من الإنذار اللي هو التأخير، يعني أفضل من أن يقول له إيه بهتهم بعد شهر. فالإبراء مندوب مستحب، لكن ثوابه أكبر من اللي هو إيه يقول له بعد شهر. ولذلك جمعها جلال الدين السيوطي رضي الله عنه: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام، كذا إبراء إبرا المعسر، كذا إبراء يعني إبراء المعسر، كذا إبرا المعسر عشان الوزن يعني. يعني لما واحد يقول لك ايه ما المسائل التي يكون فيها او تكون فيها السنة افضل من الفرض، تقول له ايه الاربعة دول اللي هو ايه الوضوء قبل دخول الوقت والبدء بالسلام وابراء المعسر وابراء المعسر. يبقى الوضوء والبدء بالسلام وإبراء المعسر. هو في مسألة برضو رابعة بس نذكرها العلامة السيوطي هنا. الأذان مع الطهارة بس نذكرها هو هنا، مذكورة في كتاب تاني يعني، اللي هو الأذان مع الطهارة. لأن الأذان سنة، الأذان سنة. قال: وبلوغ الدعوة أيضا هو شرط في إيه؟ في الوجوب والصح، لأن بلوغ الدعوة لابد أن يكون معه التعلم والفقه يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي واحد يسلم كان يقول إيه فقه أخاك عشان يعرف يتوضأ ويصلي. هو الذي لم تبلغ الدعوة لا تجب عليه، لا يجب عليه الطهارة ولا الصلاة، ولا إن وقع منهما منه صحت. يعني لو هو قاعد غسل أعضاء الوضوء ما نقولوش أنت كده توضي، هو ما يعرف حاجة لأنه من غير علم. قال: وإمكان الفعل احترازا من المصلوب ونحوه. واحد مصلوب نقول له يجب عليك الوضوء؟ لا يجب ولا يصح، لأنه كيف يتوضأ وهو مصلوب؟ مربوط في نخلة أو في جزء أو في عمود، يبقى كيف يتوضأ؟ غير متصور يعني، لا يمكنه الفعل لأنه مربوط بيديه ورجليه. وزي فاقد الطهورين، فاقد الطهورين يعني أن يملك ما يكفي في الوضوء أو التيمم. فواحد محبوس
مثلا في مكان لا يوجد فيه تراب ولا ماء ولا حجارة، اسمه فاقد ايه؟ الطهورين. يبقى لا يجب، لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه، لأنه لا يمكن، غير ممكن. ولذلك الراجح أن الصلاة تسقط عنه أداء وقضاء، تسقط عنه الصلاة. ليه؟ لأنه الوقت اللي هو يعني محبوس فيه لا يوجد ماء ولا تراب، يبقى التكليف غير موجه لي، لأن الأمر إذا تعذر سقط، إذا تعذر الأمر سقط. هنا الوضوء متعذر والتيمم متعذر. ولذلك قال لابد من إيه؟ من يعني وجود ما يكفيه من الماء، وبرضه التراب، وجود التراب اللي هيخليه يتيمم. قال والمكره كذلك، المكره ده برضه فاقد الطهورين، يعني واحد قال له اوعى لو اتوضيت اقتلك، ولا تتوضأ ولا تتيمم، يبقى زيه زي المصلوب، لا يجب عليه ولا يصح. وقوله وكونه المكلف غير ساه ولا غافل ولا نائم، قال هو شرط فيهما أيضا كما تقدم. فإن قلت محصل هذا أن النية تكون من الشروط مع أنها من الفرائض، فالجواب أن النية قدر زائد على كونه غير ساه ولا نائم ولا غافل. يعني النية دي مش من فعل الجوارح، دي فعل إيه؟ القلوب. النية من فعل القلوب، محلها القلب، فدي غير النوم والسهو والغفلة. قال لأن النية من باب الإرادات لا من باب العلوم والمعارف. نعم جعلها بعضهم من الشروط مستندا لكونه قصد الشيء وإرادته خارجا عن ماهيته وحقيقته، أفاده شيخنا الأمير. يعني النية مش داخلة معانا في الإيه؟ كون المكلف غير ساه ولا غافل يعني. بل كان من المناسب أن يضم الغفلة للسهو ويقول وكون المكلف غير نائم ولا ساهي، لأن النوم، لأن الغفلة والسهو معنى واحد يعني. قال في المصباح سهى عنه يسهو غفل قلبه حتى زال عنه فلم يتذكر، يعني السهو والغفلة بمعنى واحد، غفل قلبه أي سهى عنه، سهى عنه أي غفل عنه، واحد. كل ده علشان تحقيق النية، عشان تحقيق النية. وجب الوضوء المغرب وجب. لا لسه 59 دقيقة مش كده؟ نعم. ها؟ وجب هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.